اوكي يا دكتور. كعب الرجل يعني المشط بتاع القدم. دايما بتلج. طب احنا مثلا وليكن عندنا مثلا وليكن انيميا او شيء من هذا القبيل، عندنا انيميا او شيء من هذا القبيل. طب بصي، انا هتكلم معاك دلوقتي مثلا عن مجموعة من اسباب، مجموعة يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن برودة القدم او ان انا احس ان انا رجليا متلجة بشكل مستمر، هناك مجموعة من الاشياء المرضية اللي ممكن تسبب لنا برودة القدم، مش شيء واحد. يعني مثلا مش عندي برودة في القدم يبقى انا عندي حاجة واحدة، لا، لابد ان احنا نسمع كل الحاجات اللي انا اقولها لك دي ونحاول نكتشف مع بعض ايه اللي ممكن يكون موجود عندنا. اول حاجة ممكن نتكلم فيها يعني عاذانا الله واياكم تصلب الشرايين. تصلب الشرايين ده حالة بتسبب ترسبات دهنية في الشرايين وبتمنع تدفق الدم الكافي للرجل بتاعتنا، وبالتالي مفيش تدفق للدم بشكل كافي، وبالتالي ضعف الدورة الدموية مثلا وليكن للرجل، ولو ما وصلش الدم بشكل كافي هتبقى دفعة قوية جدا يحصل برودة في القدم، ده شيء بديهي. يبقى ده كده أول حاجة قلنا إيه؟ تصلب الشرايين. ده كده رقم واحد. تاني حاجة ممكن برضو نتكلم فيها نقول داء السكري. يعني لو واحد مثلا مريض سكري دائما يعني بسبب اعتلال الأعصاب، بسبب اعتلال الأعصاب السكري بيبقى عنده برودة في القدم. فلابد إن احنا نراجع بقى، هل احنا عندنا سكري أو عندنا أعراض لمرض السكري؟ هل بنعطش كتير، بنشرب مية كتير، بنخش الحمام كتير؟ الأعراض الأساسية بتاعت مرض السكري هل في حاجات موجودة منها؟ في حاجات موجودة منها يبقى نعمل تحليل السكري علشان نتأكد إن احنا صحيا بخير، وبرودة القدم اللي عندنا دي مش سببها السكري. برضو ضعف الدورة الدموية يعني برضو بسبب داء السكري، وخصوصا من النوع التالي ممكن برضو يسبب لنا برودة القدم. في مرض اسمه مرض رينود. مرض رينود ده بتسبب تضييق في الأوعية الدموية بتاعتنا، المفروض مثلا وليكن الحجم بتاعها كده مثلا، في تضييق في الأوعية الدموية بتاعتنا، فتلقائيا نقدر نقول في يعني التضييق اللي موجود في الاوعيه دي مش بيخلي الدم يوصل بكميات كافيه لمنطقه القدم، فبتبقى دافعه برضو قويه ان احنا يحصل عندنا برودة في القدم، في القدمين بتوعنا. سألتك في البداية هل عندك أنيميا، بس غالبا ما سمعتنيش. الأنيميا أيضا سبب في برودة القدم، فلابد إن احنا نراجع نفسنا. يعني هناك علاقة وثيقة، الناس اللي بتبرد خصوص الناس مثلا وليكن اللي بيكون عندها برودة في القدم، ممكن برودة القدم ما يكونش أي حاجة من الحاجات دي، ممكن برودة القدم، شوف الحاجات دي كلها ممكن ما تكونش فيه أي حاجة، يعني ممكن ما يكونش فيه أي حاجة من الحاجات دي، ممكن ما يكونش فيه حاجة من الحاجات دي، ممكن القلق والتوتر والضغط النفسي هو ممكن. انت بتسالي مش ليكي، مع شخص إذنك تاني. يا دكتور. شوف اما يكون الشخص همه على الناس اللي موجوده معاه، اما يكون فول مساء الجمال ربنا يبارك فيك، اما يكون الشخص همه على شخص تاني، دي في حد ذاتها حاجه كبيره قوي. بس برضو خلي اسمعي بحيث ان انت ما تقعدي مع الشخص التاني دي تبقى انت عندك كل المعلومات الكافيه. يبقى قلنا اسباب برودة القدم ايه؟ قد يكون ممكن مرض السكري، ممكن مثلا وليكن ضعف الدورة الدموية، اعتلال الأعصاب السكري، تصلب الشرايين، ممكن برضو الحاجة الأخيرة اللي احنا قلنا الأنيميا برضو ليها دور كبير جدا. الناس اللي بتحس ببرودة في القدم ممكن يكون الأنيميا وفقر الدم هو سبب في برودة القدم اللي موجودة عنده، وممكن يكون القلق والتوتر النفسي والضغط والإجهاد برضو سبب في برودة القدم. ممكن ما يكونش عنده أي عرض او اي شيء بيوحي باي مرض من الامراض اللي احنا قلناها دي، وعملنا التحليل وكل شيء سليم، فخلاص لابد ان احنا نراجع هل عندنا قلق، هل في حاجات في الماضي حصلت مشاكل نفسيه كانت عنده، كان في حاجات المفروض تحصل وبيفكر فيها كتير وكانت تيجي
للقلق بيفرز، اصل بص اما بيبقى فيه قلق بيفرز هرمون اسمه الادرينالين، بالاضافه ان تحويل جسمك لوضع القتال او الهروب. الادرينالين كده تفتكره في الثانويه، الناس اللي دخلت الثانويه الناس اللي دخلت الثانويه تفتكر الادرينالين، يقول لك الادرينالين دي وضع القتال والهروب، يعني ما يجي الادرينالين تحس ان انت مرعوب، اول ما تحس بهذا الرعب تلاقي نفسك بتجري بشكل لا ارادي. الادرينالين ده بيسحب الدم بعيدا عن اجزاء الجسم، الادرينالين ده بيسحب الدم بعيدا عن اجزاء الجسم الاقل اهميه زي الايدين والقدمين مثلا، وبالتالي الشعور بالبروده في الايدين والقدمين، فدي برضو نقطه مهمه. فالقلق برضو ما نقللش من قيمه القلق، ما نقللش مثلا اقول لك ده عنده شويه قلق يا عم، لا، القلق ممكن يكون سبب برضو في بروده القدمين. احيانا كسور الغده الدرقيه، كسر الغده الدرقيه ممكن يبقى سبب برضو في بروده القدمين. هرمون السيروكسين بيفرز بكميات قليله جدا فتلقائيا، ففي كسور في برضه ممكن يبقى سبب في يعني انخفاض تدفق الدم للقدمين، وبالتالي حدوث برود في القدمين عندنا. في مرض اسمه مرض بورجر، مرض بورجر ده بشكل بسيط التهاب في الشرايين والاورده، وبيحصل زي انسداد في الشرايين بتاعتنا، ممكن يعمل لنا جلطه دمويه، ويعني وده بيصيب احيانا الايدين والقدمين، وهو سبب في بروده وتنميل الايدين والقدمين. يعني دي اشهر الحاجات، بس برضه احنا ما نستبعدش المشاكل النفسيه برضه زي ما احنا قلنا كده، القلق ممكن يكون برضه سبب في بروده القدمين عندنا. الله يخليك انت هلوز، واحد يقول هلوز وحد اغلى واحلى دكتور، ربنا يخليك يا زاهيه، ربنا يبارك فيكي، ربنا يسعدك، ربنا يحفظك يا رب، اكون قدرت اساعدك. منور يا دكتور احمد، الله يخليك، ربنا يحفظك يا روميو، ربنا يبارك فيك، ربنا يسعدك. لو عندك اي اسئله طبيه ممكن تسال نفيدك. انا زينه حبيبي يا دكتور، انا بسمع بس والله مصدق نفسي زينه وصلت، مستفاد منك والله، انا ما مصدق نفسي. زينه اوكرانيا، اخبار اوكرانيا على حسك يا زينه؟ والله انت عامله لي حس جميل يا زينة. انا هاجي لك على اوكرانيا، هخلص اسبوع واحد وهتلاقيني جاي لك على اوكرانيا يا زينه. يا سلام يا زينه، يا سلام. الحمد لله، تمام الحمد لله. يا سلام يا زينه، زينه ديت ايه لها قصه لوحدها كده مع جماعه. يا سلام يا زينه، ويبارك فيك، واتمنى يعرفوا قيمتك في البرنامج ويدوك حقك. يا سلام يا سلام يا سلام. والله بص يا جماعه، اذ يعني الناس ان لم يعطيني الناس قيمتي وحقي فالله لن ينسى قيمتي ولن ينسى حقي، فهذا يكفيه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بس بص، لو في حاجات في الدنيا ما قدرتش تاخدها او ما عرفتش تاخدها برغم ان انت ممكن تستحقها في هذه الحياه، لو ما قدرتش تاخدها فالله عز وجل انت بس يا رب انا عملت ده خالصا لوجهي، قد استطيع ان انقذ حياه انسان او اكون سبب في تغيير تفكير انسان معين. انت هدفك نبيل، ربنا يجزيك خير، ربنا يسعدك يا زينه. يا سلام، ده انت بتعمل خير في زمن فقد فيه الخير. عندك حق يا زينه، صح. يا سلام يا فعلا عندك حق. يا سلام والله، انا والله ربنا يسعدكم ويحفظكم ويرفع قدركم. مد واحلى فول ليك يا غالي. الله يسعدك، الله يسعدك يا روميو، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. لو انت عندك اي اسئله ممكن تسالنا نفيدك برضه، انا عايز افيدك انت كمان قبل ما تطلع، لو عايز تكمل تمام. خلاص اجدد معاك عادي. ماشي، اسالني. هنكمل عادي، انا هستفاد منك برضه. الله يسعدك، ربنا يكرمك، انت راجل محترم، والناس المحترمه دايما تلاقيها مع الناس المحترمين كده. فالحمد لله تعالى احنا بيجي. حبيبي يا دكتور. الله يخليك. جدد اللي حبيت جدد. احنا مع بعض يعني دلوقتي مثلا، انا ممكن انت مثلا ممكن نتكلم في موضوع عام، يعني انت ممكن تسالنا سؤال عام في التغذيه. احنا بص، احنا هدفنا زي ما احنا قلنا ان احنا نفيد الناس، فانت ممكن تفكر واحد في زميلك كان تعبان مثلا في شيء معين، او حاجه بتجيلك بشكل مستمر مش عارف سببها ايه، طب في حل ليها؟ حاول تفكر معايا، اعمل عصف ذهني لشيء معين، يعني مثلا في اشياء كتيره ممكن تفكر في شيء معين في بيجي لك مثلا بشكل مستمر، او بيجي لواحد صاحبك تسال بحيث تبقى تفيده برضه. ايه مثلا؟ تمام.
عادي عادي، شوف انت اي حد يسألك انا استمع معاكم. الله خلاص تمام ما فيش في ذهن اسئله بصراحه دلوقتي يعني. ايه تمام.